الباس قاجينا من تونس زاتلاجينا من المروك حدري ماني كزونا مقرقبة عادية براكي كبر جينا كي النمورة كي السبوعة حاضرين الأسود عندما تأتي عندما تسأل الأسود في التخوي الطريق اللغة العربية تشبعت من اوني لا بوفي لي بيتيز. واش الدراري السلام عليكم كتمنى تكونوا كاملين بخير على خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في نهار جديد انرجي جديده ورياكسيون جديده احسن رياكسيون في مجرد درب التبانه اليوم جينا لكم بكريم الغربي امور جديد امور جديه كيتاي مطلوبه في كومونتيرات بزاف هذا الفيديو هذا قال لك كريم يحكي على الطرائح اللي كان ياكل فيهم من عند بوه وهو صغير دونك الدراري هذا الفيديو تعاودنا بزاف لي كومونتير كيف ما كنقول لكم دائما طلبوا في لي فيديو في الكومونتيرات نبقاو كتبوا العنوان اللي بغيتو العنوان اللي بغيتو وحنايا ما علينا غير نصوروا السبية الطالع هذا ما كان ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير ابوني وندخلوا نخراو بالضحك سبسكرايب قلنا سبسكرايب هي هذيك ابون هي ابون ياك ابوني هي سبسكرايب ابوني في انستغرام تاعو اه الا بغيتو زعما لا بغيتو فولو فولو مي في انستغرام ابوني كتجي قاصه سير على الله ضبطوا الكفه ذاك كريم هذه انا لك فوق في الكل انا اللي تفرجوا يعرفوا بابا جيرانه كيفاش تحكي معني عمل لي عمل لي بابا قبل بالرسمي كان يضرب ومن بعد يلوم على روحه يقول لك كيفاش ولا منهم مره مشيت لدار جيرانة لصق الدار في الدار فهمتني الطفل جايب بلاي ستيشن من هولندا جايبه له شكون يقرب له عشت معاه قعدت يسر نهرب وطولت نقول له بابا عشت معاه هذا انا فاش كنت صغير كنت نمشي للبلاي حتى انا واحد النهار ضربني الوالد بواحد النص ما عرفت كيفاش كتسمي هذا البلاي نص حنا الجيل ديالنا نص خليني نهضر زعما خلينا صاحبي الجيل ديالنا كلا طريحه الصراحه هذا الجيل اللي طالع اغيت حتى لا عطاتيه طريحه يقدر هو يعطيك طريحه يقدر يدعيك لمنظمه حقوق الطفل الحمد لله احنا ما عندناش الحبس الحمد لله ما عندناش داك الحقوق الانسان والطفل وكداو اليونيسيف كره مشيتي كره باك مشى للحبس كره با دابا مازال ما حد الان ما خرج من الحبس والله الا الدراري واحد النهار نعاودها لكم هاد الخرافه كي الخرافه جاي صيفطوني قال لك جيب لنا الفطور مشيت على اساس غنجيب الفطور فوقاش جيت حتى العشاء كيتلاقاني الوالد هاك فهمت الدراري انا جاي والوالد كيطلق عليا ما هضرش معايا صحابك هضر هضرش يعطيك شي جهه وهضرت بواق عقلت على راسي ضربت راسي مع الارض هذا ما كان لا حنا انا لدابا شي مرات الوالد كيبغي يحكي غير راسو هكا كندير دير الغلط 25 سنه وجع عليا مشي بعض خويا وخويا واقف في حاله مستفحي وانا موصي خويا قلت له هاني في الدار هذه قال لي مريقل خويا مشى له وجع عليا ويبكي في المركب اقسم بالله خويا عملوا له بصغير قال له انا غير وانا موصيه اقسم بالله اقسم نزيد عليك كلمه كي حليت باب الدار نتاع الطفل هذا وانبوبه جهرتني عرفتك ياسر قاعد في البلاب كل كابش ثلاثه ايام حليت الواحد جهرني الضوء كيما هكا والله العظيم كيما هكا هزيم الراع ذاك الفلام والراع في حاجه هبطتك على ناس لهنيك اقسم بالله لهنيك مع الضوء والله الحركه ديال الفلام هزيم الراع هزيم الراع والله مليان برا لامتي يومي دخلت لامي يومي تحبس كيتهاود واحد ساكي يعاود لك شي ساكي جلس عشان الاخر كي المقدم كيبغي يمشي لشي واحد اخر لا حبس بس نكمل لك مازال نفكر واحد اللعيبه واحد اخر مازال نفكر والله راه مليان برا لامتي يومي دخلت لامي يومي تحط لي في الثلج وفي البن واعد انا عامل لك يحكي معايا انا عامل لك ثاني طيب في العشيه ولا برا لامتي نخزر لك الفريت يعمل لك يومي تعمل لك تفل عليه الكلب ينبح هبط وبوك الشكون وبوك ندم ندم سامحك ندم على روحي ميغال هاي شوف شنو هي الحاجه اللي كليت عليها طرايح كل برافو برافو اقسم بالله اكثر عامله ما مي قالوا عليك اكثر عامله اكثر عامله هذا واكل طرايح اكثر عامله عندنا جارنا والله ربي يغفر له هذا على صوص عنده هكا واكل طرايح وتلقى صوته كان كبير فاش كان صغير فهمتي صوته هاك تلقى صوته كان كبير قبل ما كبير قبل ما يتزاد كان كنفكر شمو كيهضر هاك كيهضر هاك يموم هزيت بار حديد وليد هذا والله العظيم تحيه ولا طبيب تو هزيت بار حديد اقسم بالله حليت له هذا الكل وقته معنا قاعدين بحد الدار كان عندنا بلاصه كي علاش؟ قال له لا في تكويره وقتها شنو قال لي حاسس فيه
دب ونعطيه دور تلوخ تقتلوه وزر راسه شو ضرب براس واحد يكيك صدقت هزوه وعملوا له زريقة تاع زديد وزرز يقول له واش كانت الشيط رايحة تقول له بابا شاف فيا هكا فهمتي دار فيها وانا نتخلع وانا بكيت حيت نبكي حياتي كاملة صار انا عامل عاملة خاطر أول مرة نقيل في حياتي عملت العاملة ودخلت قيلت والله قالت أمي مادام قايل عامل عاملة قعد جابوه والدنيا ريحة نكليتها بس شنو أكثر حاجة كنت عليها طراي؟ والله نسيت أماني ضحك لي بابا كي يبدأ يضرب كيفاش؟ يبدأ يضرب فيه ويقول لي نعم بوك نعم بوك كيف نعم بوك إي وأنا عارف كيف نعم بوك اللي كيس براسه في نعم بوك شنو يضحكني بابا شنو يكون كيضرب فيه؟ قلت تبدا فما حاجه كي تضربك بالكاوتشو تبدا انت عريان فما حاجه تبوط عرفتك اي تنطفخ اي عرفتك تبدا تحرق اي ود تقول طايح على مشوه عرفتك تبدا تقول صوتك تبدا تضرب فيك اي نعم بوك اي انت يا بابا سكر فمك كي ولا يبدا يضرب فيك يزم البكي يس سكر فمك يا ولد تضرب فيا اي اسكت اسكت انت كي ضربك يقول لك تاع الواحد يغرب لا كي ضربك يقول لك سكس كتسكس يقول لك هضر 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 معايا جاوبني جاوبني اش كتقول؟ هذاك يضرب فيك ودي تب وبعد يقول لك احسب باللي هي مع اون جينيرال شنو البنات؟ اون جينيرال الاباء نتاعنا على مصلحتي لا مش على مصلحتك لكن هو عنف مرفوض مرفوض اما هما هذيك لغه الحوار نتاعهم لغه الحوار ولكنه خطا غلط عمل ساعات الوالدين والله ما خطا بالله شو هذه الجلاده ديال 2006 2000 والله ما كيمرقوا حيت ما كلاوش العصا طلعوا الوان حيت ما كلاوش العصا لو كان كلاو العصا لو كان كلاو العصا فاش كانوا صغار ما كانوش يطلعوا لنا هذه الجلاده ديال ولاد القحيح هذا هو هذه الفكره اللي حيت راه العصا كتنفع ولكن ما عرفتش على اي حاجه حنا ولدينا كانوا كيضربوك على اي قلب تعطل في الصخره كيضربوك مليتي كتخاف كتولي غادي وديرها الوالد يقدر يدري يزيد ضد الوالد كان كيبغي غير يحك راسه وانا كنديرها مالك ضرب الجره مرفوض مره جيران ولا عليه باش نحكي لك هذايا شوف هذيك معناها الصغار قبل كيفاش كنا علاش خاطر ما عندناش لا بلاي لا فيسبوك لا شيء نحكي لك معناها في الحياه الشعبيه والكل منهم مره انا بابا يقدس القايله ليش في القايله يتسكر معناها يقول لك قايل هذايا البول عاملين لك البول الواحده نتاع الناموس هذاك المستكير في البيوت هو جاو عيطوا لي اربع اصحابي صغار مساكن تصور شنيا في جاف في مخ تصور انت بابا فاد ومسكر وقته ومشاكل وكل خلنا ما تشوفوش عايش جو وقت القيلولة وكيعيط ويا صحيح كوريام في القوال ما عيطوش كريم تخيلوا الموقف والله تخيلها الدنيا كالم في القيلة ما عيطوش كريم كوريام كوريام يقعدوا نهارين يعيط ما يهموش عادي اللي تكبر التو يعيط عادي كوريام كريم كله قعدوا يومين التو يعيطوا ما يهموش باب اقسم بالله كي خرج نسمع فيه كيهد في الكلوار حافيا نعرفوا على اعصابه باب نحس في الزليز يعملك دف 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 فولترن قلت هذاني باش يخرج باش يلقاه باش يقتله مهما كان السبب مهما كان السبب حتى جاب لي ماندا باش يضربه باب شنو طلع السبب معناها زاد بابا احنا كنا مربين كلب قبل كلب 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 انفى عربي كلب عربي نلقاه مساكن مالك الكلب مسكين مع الغش الله شو كيتحمس كينوض كينوض كيبقى يهضر ما كيقدرش يهضر هو قاعد الغش تاع بابا بابا خرج يلقاهم يخفين وك الكلب صغير قاعد عامل هكا عرفت كذيله داخل هكا عامل هكا بابا خرج يلا مش بيكم اش فهم اش بيك قالوا له ما كريم عنده كلب انثى قلنا ذكر ان والله العظيم هذا هذا هبينا انا حاسس كيموت من الضحك اش فهم اش بيك قالوا له ما كريم عنده كلب انثى قلنا ذكر ان والله العظيم اقسم بالله والله يبزهم والله صحيح خلوا شني خلوا نشتلوه اقسم بالله العظيم بوك شامل كياعتي مشتى لك الكلب حرام علي حرام علي مانيش نشجع على العنف اكل كلب عمل لك لا كيفاه كيفاه كلاب غير بطل مشجعش على العنف حيوان مضروب ما تضحكش الحكاية ما مش عامله تلاقي نعرف الجروب هربوا من هنا نعرف نعرف وقامون
ضروب ما ضحكش الحكايه ما نسيت اش عامله سرباها. قلت له لا والله يضحك. قال لها اي نعرف. ما قلتلوش ما تضحكش. قلت له اش على عنف حيوان مضروب ما ضحكش الحكايه ما نسيت اش عامله. اي نعرف الجروب هربوا من هنا والضحكه بتاع الكلب شو عمل مسكين في القوال عملك كي راس حابوا هربوا منها عملك اما ما شجعش على العنف بابا غلط ما شجعوش على العنف حيوان هذا نعرف دراري مازال غادي نديرو بزاف ديال هاد الامور جديه خصنا نساليوها. شو هادي راه بي 29 29 داخل خلينا واحد الشيء اللي كاين الدراري شوف هذا الشيء راه يقتلني بالضحك. نشوفوا الدراري الفيديو الجاي تعرفوا فراسكو بيس